البانوفي تارت. هنعملها ازاي الوصفة دي؟ عايزين 2 كوب دقيق، 1 كوب زبدة، 6 معالق كبيرة مية، علبة لبن مكثف محلى مغلية لمدة 2 ساعة في النار العادية أو لمدة نص ساعة في حلة البريستو. عايزين موز تقريبا 3 موزات، كريمة مخفوقة من دريم، وكاكاو للوش، وعين جمل محمص. طبعا الوصفة دي هنستعمل فيها التوبينج من دريم. الكريمة بتاع دريم خرافية، بس ليه انا بحبها جدا غير ان طعمها لذيذ؟ لانها بتفضل متماسكة، يعني لما بحطها في البايبنج باج وبنزلها من التيب بتفضل واخدة الشيب بتاع التيب اللي انا حطاه. طيب دلوقتي خلينا نعمل اول حاجة التارت. طبعا عملناه قبل كده كتير وهنعمله تاني وتالت ورابع، لانها وصفة كلاسيكية واللي ما شافهاش قبل كده بيشوفها معانا النهاردة. هنحط دلوقتي الدقيق بتاعنا هنا، عندنا 2 كوباية دقيق وعندنا 200 جرام زبدة. التريك في التارت ان لازم كل حاجة تكون ساقعة، يعني احنا حطينا دلوقتي الزبدة، الزبدة دي ساقعة طالعة من التلاجة، بعدين قطعتها كيوب وهستعملها على طول. بس الاقي الزبدة اختفت، بس الزبدة اختفت بحط على طول المية اللي عندنا الساقعة، بشغل المكنة. خلاص اول ما ابتدت تلم معانا العجينة كده على طول بنشيلها من العجانة. هناخد العجينة بتاعتنا، يفضل انكم تحطوها في التلاجة لغاية نص ساعة تقريبا، يعني بحطها في كيس وبعدين بحطها في التلاجة. ونفرد العجينة بتاعتنا. ما بتتعجنش كتير العجينة دي ابدا، اول ما بتلم على طول بشيلها من المكنة. خلاص انتهت، ما بتنفعش خالص انها تتعجن كتير خالص. طيب انا دايما بفضل ان انا افردها بين ورقتين، بس لو مش موجود عادي بتقدروا تفردوها عادي كده. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم يكون عندنا حبوب، اي حبوب عندكم، عدس، فاصوليا حمراء، اي حاجة، حتى لو رز ممكن. بعدين هنبطن العجينة بعد ما هنحطها دلوقتي، هنبطنها بالورق الزبدة، وورق الزبدة هنحط عليه الحبوب اللي عندنا بعد ما نخرم العجينة، عشان خاطر العجينة ما تنفش لما نحطها في الفرن. طيب انتوا بقى بتقدروا تحطوا للعجينة اي حاجة انتوا عايزينها، يعني بتقدروا تحطوا لها فانيليا، تقدروا تحطوا لها سكر، معلقة سكر، تقدروا يعني اللي انتوا عايزينه، بس هي دي العجينة الأساسية. نحطها كويس كده. التارت بتاعنا جاهز. زي ما قلنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب شوكة هنخرم العجينة بتاعتنا كلها بالشكل ده، بعدين زي ما قلنا هنحط ورق زبدة، وورق الزبدة هحط عليه اي حبوب عندي، فاصوليا بيضة قلنا، عدس، رز، اي حاجة، وهدخله الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما الحروف دي تتحمر. بشيل الورقة بالحبوب وبرجع ادخلها تاني علشان بس القاع يتحمر شوية. هيطلع عندنا التارت بالشكل ده. هناخده دلوقتي، خلينا نروح هنا
هناخد التارت بتاعنا علشان نكمله. الاول عايزين نعمل الكريمه بتاعتنا. احنا عندنا 2 تارت فهعمل 2 كريمه احسن عشان يزيد ولا ينقصش. واصلا لو فضل منها اي حاجه بحطها في التلاجة في علبه لغايه ما استعملها في وصفه تانية لو فضل. هنحط دلوقتي، انا المفروض نحط 125 ملي، هنحط 250 لاني عامله 2. وهنحط الكريمه وهنبتدي نخفقها. لازم تكون ساقعه، يا كريمه يا حل يا اسفه يا بنحط لبن يا بنحط ميه. طيب دلوقتي هنفتح العلبه بتاعه اللبن المكثف المحلى اللي محطوطه على النار زي ما قلنا ساعتين. شايفين شكلها محطوطه على النار ساعتين او بتتحط في الميكروويف لمده، اسفه، في حله البريستو لمده نص ساعه. خلينا دلوقتي نحط البانوفي الطافي اللي عندنا. طبعا الوصفه دي يعني من اجمل وصفات الحلويات. تمام، شوفوا القوام، حاجه فظيعه يعني، جامد جامد جامد، كتير مريح في الشغل كتير يعني، طعما وشكلا. هناخد دلوقتي الموز اللي عندنا هنقطعه، وعايزين نجيب البايبنج باج. هنقطع الموز ونحطه، وبعدين هنحط فوقيه الكريمه بتاعتنا. حتى لونها يعني بياض شديد، يعني في كريمات كده بيبقى البياض فيها يعني مش ابدا، لا مش بالشده دي، ده كتير البياض ناصع كده. الكريمه بتاعتنا جاهزه، ناقص بس نقطع الموز. تمام كده، ناخد بقى الكريمه بتاعتنا. خلاص كده كله، كل حته فيها موز. ناخد بقى الكريمه ونبتدي نحط على الوش من الكريمه بتاعتنا. هغطي كل التارت بتاعي بالكريمه كده، نبقى خلصناها. هنرش بس عليها شوية كاكاو على الوش. ناخد الفرشة المصفى ونبتدي نحط كده خفيف خالص شوية كاكاو.